السلام عليكم، معكم النورس. اليوم ما غنكملوا الحلقه ديال المره الاخرى، العراقيل في العلاقات. قبل ما نبدا دري لي زيدين فوليوم، هبطوا ولا سيروا تخباو، ما تفرجوش حدا والديكم، يمكن شي حوايج هنايا ادفيزوري. بالنسبة للناس اللي تيتسناو مني انه تكون شي حاجه مفيده، بحال صاحب النظارات السائق الذي يصبغ صالون سيارته عامل فيه ميكاتو، سيروا ديروا التعليم في المجاني للدراري ولا الشيوخ في مدارس نحو الاميه، اميكوا عليا انا واحد شي شويه، انا ما مجيش نلقي الدروس ولا شي حاجه، نتشارك فكره مع عباد الله. بالنسبه للفان اللي متبعيني واللي تيامنوا بالموهبه، مرحبا بكم. المره اخرى كنا هضرنا على بزاف النقط تتاثر في العلاقه، تتاثر في العلاقات. انا ما بغيت نكمل نقط واحد اخرين. اول حاجه اللي بغيت نقول، ملي تكون الرجل والمراه على فراش فراش المسائل، تبغيو يديروا المسائل، تتكون شي مسائل في المسائل فيها عراقيل. مثلا تلقى الراجل عنده سرعه القذف ياك، والمراه ثقيله، ولكن احنا بطبيعتنا مجتمع ذكوري، المرأة ما تتقدش تقولها للراجل، تتحاول تبين له، ولكن هو حنقار متيني باجو ويتكع اليوم على غدا، اليوم على غدا لقيتي انا سمع واحد اخر والوقت طلقني، عرف راه 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 ما قدتش تناقش معاك في ديك النقطه وانت ما فهمتيش راسك. عاوتاني الدريه اللي تتنعس فوق الفراش بحال شي صخره، فهمتيني، بحال شي ساريه دب، هو تيعيا ما يدير تيعيد المحاوله زعما. شوف انا تعريت، دبر راسك، راه درت معاكم مود زوين، ردوا البال، حاولوا تقراو شويه، راه كاين دي فوريوم، كاين كتب على هذا الشيء، ديروا غير في جوجل شنو المناطق ديال زعما اللي تتحقق الذروه ديال الشهوه، فين نقص الرجال، فين نقص البيس. جلس انت والراجل ديالك تناقشوا، خصوصا تهضر مع لي جون اللي هاد تزوجوا، جلسوا تناقشوا عادي. راه مثلا انت ما حسيتيش بها، مثلا ما عايشاش معاك كل نهار، ما شتيش معايا، ولكن ماشي ديك الساعه تدوشوا وتساليوا وديروا العصير والفواكه واللوز باش تعوضوا، والقرقع بالنسبه للبنات. تناقشوا هاد المسائل وبسلمية وبلغوات وعفاك، وشنو بالك في هاد اللقطة. متعقدوش الأمور بزاف، بسطوها، غير تناقشو غير تناقشو، راه غتلقاو الحل. حاجة أخرى، الدري تيدير واحد التكاديرة كاع ما تنفهمها قبل الزواج، تلقاه شي غيد رونس تيو لا لون دو ما في إيغون دون لا روس، فهمتيني، تيمشي يحفظ جميع الجمل المفيدة اللي فيها الحب، تي ما في ايش التام، فهمتيني، هدو يتزوج شهرين الاولى، الله يعاون، سقولي في الاول ما كنتش فاهم حتى انا تندير هاد الافعال، ما نكذبش، ولكن ملي تتلقى الموديل هما الوالدين ديالنا تتفهم، الوالدين ديالنا بحال مكارية مع باك، سلام فين اخويا، تقول له الله عساك على عشيرتها، الله شو تديروا الطويبه الجميله، تنتسال واش كاع تيديروا داك الشيء هما ولا ما تيديروش. يعني الا كبرتي في هذا الموديل، ملي غتزوج الراجل تيبقى يقول والو، صافا البنت تشي شويه، ولكن البنت تعيا، راه في الاخر تتبع الريتم ديال الراجل، تبدا يتسقولي، فهمتيني. حاجه اخرى بالنسبه للبنات، البنات عندهم عاوتاني ديفو واحد اخر، انها لك تمدبزه مع الدري، والدري مثلا راجلها ضعاف بغي يدير واحد، عادي يا صاحبي، بغي يجيب بليزير ديالو، راه عادي، سي هيومان، سي انيمال كاع، سي لا ناتور، هذيك تتشدو من قرجوتو، تاتي بدا هو مسمسم وحيد، ولا وانت وامك قالت لي يا الله، ودي اختي ما بالك غير ديك اللحظه اللي تناقشي فيها الموضوع ديال الجنس، غير ديك الموضوع ديال المشاكل في لحظه ديال الجنس، راه ما يمكنش، وتبدا تبكي، هو باغي يوصل طوبي فانتازي وداك الشيء، عرفتي الشيطره، نهار تيبغي يعاود يرجي يدير معاك لاكت سيكسويل،
بحال اللي تقول في الدماغ وتبدا يقول وا انا نمشي غتبدا تغبن ما نمشيش فين تيمشي عند شي قصيره في الشاط ولا في شي لعيبه ولا يمشي شي دي شي وحده لشي بيرتوش ولا شي حاجه في الاخر تبدا تبكي علاش لانه الساعه اللي كان محتاج باش يلبي واحد الرغبه ما كنتيش نتيا وسمحوا لي على هذه الكلمه ما كنتيش هي ما عرفتش نقولها بالفرنسي باش ما تقولش يخص الهضره هي البوت ديالو صراحه راجلك هذاك شارياه باغياه نهار الاول قبلتي عليه فهمتيني لبي له الرغبه وكوني نتيا هي بائعه الهوى كاع. النقطه الثالثه بالنسبه للدراري الدراري دوك الكالسونات اللي تتبقاو تلبسو راه طلعوا في الصحه فهمتيني داك مان وداك السليب الخضر والزرق راه طلع الميضلات فيهم قليبات نوعوا الفشاش ركينا تلعين كيقول لك العين تتاكل قبل من الشبر تحت الكرش العين تتاكل قبل الكرش يعني تدراري حاولوا ما تلبسوا السره ولد الصعايده ديما سرتو يا مات البرد نوعها صاحبي شويه راه البنت راه تضل تشوف الكالسونات لي مارك وداك الشيء مسمسم يعني ما تقهروهاش بمن والبنات وكذلك الشوميز دنوير ما تصلحش في لون دو ميال في شهر العسل راه تصلح ديما نوع واحد شويه تنصح ليها تزوجوا بلاصال لان الحاله تولي صعيبه من مر عتيرة تفكروني في واحد القرن واحد القرن عنده واحد الكرش ديالها تفكروني فيه يعني من مور الزواج تولي واحد الحالة يرثى لها ماعرفتش ماعرفتش متي باش تعرفوا العمق ديال الكارثة كي داير ماعرفتش أي موضوع تتقيس فيه يدك تلقى فيه المشكل. ثانيا آخر نقطة اللي غنبغي نناقش عليه نناقشها هي الكوميول تجمعوا الأحداث شوف ملي طرا لكم مشكل تعلموا ما تغاوتوش راه حنا ماشي بالضروره انت درتيها قدرتي لي تعلم تقول سوسيور طابل شوف عزيزتي راه اليوم اختاروا كلمات زوينين كنا في هذه اللقطه وما عجبتنيش هذه وهي تكون متسامحه ما تحاولش تبرر او لا هو يكون متسامح ما تحاولوش تبرروا الاخطاء راه الموديل ديال الاباء ديالنا ماشي كلشي كاين شي اباء الله يرحم لهم الوالدين والامهات اللي زعما موديل واعر تتمنى كلشي يولي بحالهم تغيروا والله تلقى الامور في الدار تلقى الحنان تلقى كلشي ولكن الغالبيه القصوى راه بحال الكراي مع كراي مشاركين في دار والدين كراي صغيرين دي ميني كراي حاولوا تفهموا حاجه سمحوا لي نزيد هذه النقطه هي الاخرى حنا عندنا مشكل ديال الزواج خصو اسلام خصنا ما نديروش الحرام الاسلام تيبغي لاكت وداكشي يعني كلي تيتزوج باش ما يديرش الحرام لا صبروا ما ديروش الحرام راه متفقوا تزوجوا ولكن الواحد يصبر ما فيها الباس الواحد صبر تيختار الشريك لان لاكت سيكسويال ماشي هو اللي مهم راه الشريك راه النفس ديالو وحاجه واحده اخرى عباد الله تعلموا تباوسوا بزاف ما ديروا تكتيكا في المونيكا تبوسوا شوي تبوسوا بزاف خذوا الوقت تبوسوا في الكوزينه تبوسوا ياك مازال ما كاين لا ولاد اللي حاضينكم لا والو تبوسوا راه ماشي بالضروري النعاس تبوسوا صاحبي ديروا دونتيفريس اوف ليور ومسيكا كلوريت وتبوسوا صاحبي تبوسوا القوبال دوزوا الحب لبعضياتكم على الاقل تلا تقلقتوا على الفراش توحشوا تبوسوا فهمتيني يا حبذا لو تسمعوه درتي وشكرا وسمحوا لي على درامج شكرا that we've been through, you should understand.